اهلا بيكم، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد من ميدليرن. ودلوقتي كويك نوت سريعه في الانفكشس ديزيزز. عيانه ايه عندها 21 سنه زي ما انا كاتب هنا، جات لنا وعندها بيورولنت ايه سيرفايكال ديسشارج. جينا عملنا لها كلشر ايه، والدكتور عمل لها كلشر او الدكتوره طلع ايه عندها ايه جونوريا. طيب الدكتور ايه وصف لها سيف تراك زون زي الفل، وده حاجه يعني تمام مخصوصه للجونوريا، حاجه روعه. وقال لها ايه تبقى تراجع بقى ايه وتتابع معاه وكده. جميل، ايه المستيك اللي الدكتور ده عملها؟ يلا عقبال ايه ما تجيبوا لنا المستيك بتاع الخطأ هنا، ايه اكون ارتشفت رشفه من فنجان القهوه. المستيك باختصار شديد ان في حالات الجونوريه كان لازم يديها سيف ترايكزون، ها سيفالوسبور يعني، بلس حاجه. ايه هي الحاجه دي؟ اللي هي ايه؟ دوكسيسايكلين او ازيثروميسين، يعني مجموعه من حاجات الايه؟ ها دواء اخر يغطي على الكلاميديا انفكشن، لان كثير جدا من حالات الجونوريه ها فوق نص تقريبا او بيبقى معاهم اسوشيتد كلاميديا انفكشن. فيوم ما تعالج حاله جونوريه او تعالجي حاله جونوريه لازم ندي معاها مع سيفترايكزون ايه حاجه تكفر الكلاميديا انفكشن زي دوكسيسايكلين او ازيثرو ايه مايسين، حاجه روعه يعني. الاثنين مع بعض لازم ايه يتاخدوا مع بعض في الجونوريه، واحده للجونوريه اللي هو السيفترايكزون ده خاص بالجونوريه، ولازم ندي معاها يا اما دوكسيسايكلين او ازيثرومايسين تو كفر كو اسوشيتد كلاميديا انفكشن which is a very common thing في حالات ايه الجونوريه. ودي كان الغلطه اللي غلطها الدكتور، اداها سيفترايكزون الون ونسي ايه يديها ايه اسوشيتد معاها حاجه تكفر ايه الكلاميديا الايه انفكشن. والى اللقاء مع نقطه اخرى باذن الله. شكرا جزيلا.